السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أحوالكم طلابي الأعزاء طلاب الصف الثامن؟ نحن اليوم مع درس جديد من دروس الرياضيات بعنوان الزوايا ذوات الأضلاع المتوازية والمتعامدة. نحن اليوم مع أربع حالات من حالات الزوايا، حالتان ذوات أضلاع متوازية وحالتان ذوات أضلاع متعامدة. الحالة الأولى تقول الزاويتان ذوات الأضلاع المتوازية مثنى مثنى. ما معنى متوازية مثنى مثنى؟ لاحظوا الصورة، أي أن هذا الضلع يوازي هذا الضلع وهذا الضلع يوازي هذا الضلع. مو نحن بنعرف الزاوية مكونة من ضلعين، فلاحظوا الضلعين في الزاوية الأولى متوازيين مع الضلعين في الزاوية الثانية، فهاتين زاويتين متوازيتين مثنى مثنى ومن نفس النوع، أي أن هذه حادة وهذه حادة، ليس وحدي حادي وحدي قامي، ليس وحدي حادي وحدي منفرجي، من نفس النوع. فإذا وجد لدينا زاويتين من نفس النوع وأضلاع متوازي فهما متساويتين، فهما متساويتين، أي أن الزاوية واحد تساوي الزاوية اثنين. لاحظوا كتبنا الزاوية واحد تساوي الزاوية اثنين، هاي الاثنين شايفينها، هاي إشارة الزاوية. هذا حفظ يا طلاب، الزاويتان ذوات الأضلاع المتوازية مثنى مثنى ومن نفس النوع، بنركز على كلمة نفس النوع، متساويتان. طيب الثاني، كمان الزاويتان ذوات الأضلاع المتوازي مثنى مثنى، لكن المرة من نوعين مختلفين. إيش من نوعين مختلفين؟ يعني وحدة وحدة حادة وحدة منفرجة. الأولى حادة والثانية منفرجة. هذا الضلع يوازي هذا الضلع وهذا الضلع يوازي هذا الضلع، لأن كل ضلعين متوازيين. لاحظين؟ لكن هاي حادة هاي منفرجة، فهما متكاملتين. ما معنى متكاملتين؟ أي أن مجموعهما 180 درجة. مجموعهما 180 درجة، فكتبنا الزاوية 1 زائد الزاوية 2 بيساوي 180 درجة. يعني بس عرفنا أحد الزوايا فالثاني نعرفها. إذا هاي 60 معناتها هاي 120. إذا هاي 50 معناتها هاي 130 وهكذا. طيب النوع الثاني هي الزوايا ذوات الأضلاع المتعامدة. فالزاويتان ذوات الأضلاع المتعامدة مثنى مثنى ومن نوع واحد متساويتين. لاحظوا الزاوية واحد والزاوية اثنين، هاي حادة وهاي حادة من نفس النوع. لاحظوا هذا الضلع يعامل هذا الضلع وهذا الضلع يعامل امتداد هذا الضلع، ليكو حطينا نقاط يعني امتداده. فهاتين الزاويتين متعامدتين مثنى مثنى، انتبهنا؟ من نوع واحد فهما متساويتين، كتبنا الزاوية واحد تساوي الزاوية اثنين. طبعا من زمان ما في برهان المسائل في حساب وبرهان تساوي الزوايا. آخر خاصة، الزاويتان ذوات الأضلاع المتعامدة مثنى مثنى ومن نوعين مختلفين متكاملتين. لاحظوا مثال، هاي زاوية منفرجة، هاي زاوية حادة. في عندي هذا الضلع يعامل هذا الضلع بشكل معاه زاوية قائمة، وهذا الضلع يعامل امتداد هذا الضلع أيضا بشكل معاه زاوية قائمة. متساويتين؟ لا، هما من نوعين مختلفين فهما متكاملتين. يعني إذا هي 50 هي 130، إذا هي 70 هي 110 وهكذا. متكاملتين أي مجموعهما 180. بارك الله بكم طلابي الأعزاء، هذا هو درسنا اليوم، بسيط، أربع خواص كتبناها وشرحناها على اللوح. أنتم الواجب عليكم هلا تكتبوها على الدفتر وتحفظوها.